ويلك يا حر، ما دهاك؟ ألست قد أمرتنا أن نأخذ على غير الطريق؟ فأخذنا وقبلنا مشورتك. يا أبا عبد الله، أنا لا أقدر أن أرجع إلى الكوفة على حالي، فخذ طريقاً لا يوصلك إلى الكوفة حتى أكتب للأمير أن الحسين خالفني. إذن سر بنا قليلاً ثم ننزل. وبينما هم يسيرون، وقف جواد الحسين عليه السلام ولم يتحرك، كما أوقف الله ناقة النبي عند الحديبية. فعندما سأل الحسين عن اسم الأرض قال زهير: إن هذه الأرض تسمى الطف. فقال الإمام: وهل لها اسم آخر؟ قال: تعرف بكربلاء. فدمعت عيناه عليه السلام وقال: ها هنا محط ركابنا، وهنا تسفك دماؤنا، بذلك حدثني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حط الرحالة فذا مناخ ركابنا، وبهذه والله سبي نسائي، وبهذه يغدو جوادي صاقلا، مرخى العنان يجول في البيداء، وبهذه الأطفال تذبح والنساء تعلو على قطب بغير وطاء. نزل القوم وحطوا الأثقال ونصبوا الخيام للحسين عليه السلام وأهله وبنيه. ولما استقر المكان بالحسين وركبه، كتب الحر إلى ابن زياد يعلمه بقدوم الحسين عليه السلام ونزوله كربلاء. فجمع ابن زياد أصحابه وقال: من فيكم يتولى قتال الحسين فأوليه أي بلد يشاء؟ فلم يجبه أحد. فقال ابن زياد لعمر بن سعد: أنت يا ابن سعد ستتولى قتال الحسين. ليتك عفوتني أيها الأمير، لقد عهدت لك بملك الري، قتله وإلا عزلته. أمهلني الليلة أفكر. لك ما تريد. والله لا أدري، وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين: أترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ إذا أنت قاتلت الحسين ابن فاطمة
وأنت تراه أشرف الثقلين ستصلى جحيما ليس يطفى لهيبها وسعيك من دون الرجال بشيء. وفي الصباح توجه إلى كربلاء بأربعة آلاف فارس، ولحق به من بينهم شمر بن ذي الجوشن والحسين بن نمير وابن الأشعث وابن العاص وغيرهم، كل على آلاف من العسكر وجموع القبائل ممن بايعوا الحسين وكتبوا له ثم خذلوه. لم يكن خوف الحسين عليه السلام من كثرة أعدائه، ولم تكن خشيته من أنواع أسلحتهم وعتادهم بأكثر من خوفه عن تلك النفوس المريضة التي هامت في الباطل، ودهشته أن كيف استطاع الأفاكون أن يضلوهم إلى هذا الحد فيقدمون على قتل من وجبت طاعته في أعناقهم. باتوا وبات إمامهم ما بينهم ولهم دوي حوله ونحيب من راكع أو ساجد أو قارئ أو من يناجي ربه وينيب منهم زهير زاهر الأفعال يتلوه برير ومسلم وحبيب. من الرجل؟ نافع بن هلال، جعلت فداك يا ابن رسول الله. أزعجني خروجك ليلا إلى جهة هذا الباغي. خرجت أتفقد التلعات مخافة أن تكون مكمنا لهجوم الخيل يوم يحملون وتحملون. أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أصلح منكم، ولا أعلم أهل بيت أبر وأهدى من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا عني خيرا. إن هؤلاء القوم ما يطلبون أمرا غيري، وإن أصابوني وقدروا على قتلي لما طلبوكم أبدا. وهذا الليل قد غشيكم، فقوموا واتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من إخوتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، وذروني وهؤلاء القوم. والله الذي من علي بك في هذا المكان، لن أفارقك
ولو فرقوا لحمي عن عظمي. والله يا ابن بنت رسول الله لوددت أني أقتل ثم أنشر ألف مرة لما تركتك. يا أمت الله، قومي والحقي بأبناء عمك من بني أسد. يا ابن مظاهر، هل فعلت مكروها؟ معاذ الله، ولكن مولانا أبو عبد الله الحسين أشار علينا بأن نخلي سبيل نسائنا. أيسرك أن زينب ابنة علي وفاطمة يسلب إزارها وأنا أتزين بإزاري؟ لا كان ذلك أبدا. ولما أظهر الإمام الحسين في أصحابه صدق النية والإخلاص أوقفهم عن غامض القضاء وأخبرهم بأنهم كلهم مقتولون حتى عبد الله الرضيع باستثناء الإمام زين العابدين، فهو حجة الله بعده وأبو الأئمة الميامين من صلب الحسين عليه السلام. يا زهير أيها الطيبون، دافع عن حرائر رسول الله. السلام عليكن يا بنات رسول الله، هذه سوار فتيانكم آلوا ألا يغمدوها إلا في رقاب من أراد بكم السوء. فإني لا أعلم أصحاباً أصلح منكم، ولا أعلم أهل بيت أبر وأهدى من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعاً عني خيراً. هو الموت فاصنع ما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع، فاصبر لأمر الله جل جلاله بحكم قضاء الله في الخلق بارع.